السلام عليكم، أرحب بكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بجامعة المثنى، ضمن سلسلة المحاضرات Theory of Structures اللي مخصصة للمرحلة الثالثة. اليوم راح نبلش إن شاء الله المحاضرة الأخيرة ضمن الموجول السادس اللي تكلمنا به عن Influence Lines. بالمحاضرات السابقة تكلمنا عن الانفلونس لاينز بمعظم تفاصيله، وبالمحاضرة قبل المحاضرة الحالية أخذنا بعض الابليكيشنز اللي نستخدم من خلال الانفلونس لاينز، وتعلمنا شلون نتعامل عندما يكون عندي واحد من أهم التطبيقات اللي هي series of concentrated forces. اليوم راح ناخذ تطبيق آخر وأخير للinfluence lines حتى نختم الموديول السادس، اللي هو من خلال الinfluence lines راح نتعلم كيف نحسب absolute maximum shear and moment. بالحقيقة هذا التطبيق من أكثر التطبيقات المفيدة بالانفلونس لاينز، لذلك يعني تطبيقه فتشي واضح ومباشر، ما بي تفاصيل كثيرة. مثل ما شفنا معظم موضوع الانفلونس لاينز كان التطبيق بي واضح، مجرد انه اكو فد فكرة في كل توبك، خلينا نقول انه تعلمنا في كل توبك اكو فد فكرة اساسية ينبني عليها التوبك. فهنا الفكرة الأساسية أنه نتعلم كيف نحسب الأبسوليوت ماكسيموم شير ومومنت، وراح نبلش بالأبسوليوت ماكسيموم شير. يعني إحنا راح نتكلم عن أبسوليوت ماكسيموم شير للسنجل كونسنتريتد لود، وبعدين راح ناخذ الأبسوليوت ماكسيموم مومنت للسنجل كونسنتريتد لود، ومن ثم أيضا ناخذ الأبسوليوت ماكسيموم شير اذا كان عندي يونيفورملي ديستريبيوتد لود، والابسولوت ماكسيموم مومنت لليونيفورملي ديستريبيوتد لود. اذا بلشنا بالابسولوت ماكسيموم شير للسنجل كونسنتريتد لود، احنا لحد الان افترضنا دائما نبدي ب بيسك برينسيبل، انه لما يكون عندي سمبلي سبورتد بيم ونفترض انه معرض الى moving live load، فاذا افترضنا انه لهذا البيم رسمنا الانفلونس لاين للشير at section A' مثل ما هذا هنا امامكم، اللي يبعد مسافة مقدارها A from support A. يعني احنا سابقا اخذنا كيف نرسم at any point. هنا هسه الفرق الوحيد انه البوينت راح ناخذها بصورة عامة، تبعد مسافة A عن support A. واذا افترضنا بانه احنا بالحالة الطبيعية كنا دائما نحرك moving load unit load moving from A خلي نقول toward C، يونت لود قيمته واحد يتحرك، وعرفنا ايضا من بعد ان نرسم الانفلونس لاين للشير at section A' مثلا، اذا كانت قيمة اللود مو واحد على سبيل المثال P، فاحنا نقدر نحسب قيمة الشير at A' نتيجة للابلايد لود P at any position of P. يعني لما يكون P في هذا المكان أنا أقدر أعرف قيمة الشير في هذا السكشن عن طريق حاصل ضرب الـ P في الأوردينيت أو إحداثيات على الإنفلونس لاين. ونفس الكلام إذا كان الـ P على سبيل المثال في هذا المكان، راح نضرب قيمة الـ P في الإحداثيات على الإنفلونس لاين، وأقول بناء عليه فإن الشير at A' هو ناتج P في هذا الإحداثي. فهذا الانفلونس لاينز
الأساسي إحنا نرسمه for moving unit load. فتلاحظون أنه إذا هذا الكلام اللي قلنا بأنه قيمة الشير أحصل عن طريق multiplying p into the ordinate، إذا كانت ال p إذا أريد من خلال ال moving p أعرف the maximum positive shear أو أقصى قص موجب، فبهاي الحالة راح أكيد يكون ال p في هذا المكان. يعني عندما يكون ال p أو الحمل اللي مقداره p بهذا السكشن بالضبط راح يكون عندي maximum positive moment اللي هو الإحداثيات مالته الأوردينيت مالته 1 ناقص a over l. إذا أردت كقيمة هذا نتيجة لunit load، إذا أردت كقيمة نتيجة ل p فراح يكون عندي maximum positive shear هو حاصل ضرب هذا الإحداثي أكيد في ال p. ونفس الكلام إذا أردت أعرف الماكسيمم نيجاتيف شير at section a prime a prime أيضا هو عبارة عن الإحداثيات الماكسيمم بالنيجاتيف اللي هي هنا minus a over l أضربها في ال p فيطلع عندي minus pa over l. أعيد هاي النقطة اللي احنا سبق وان غطيناها أكثر من مرة أنه احنا إذا قلنا عندنا الموفينج لود قيمته 1 ورسمنا الانفلونس لاين للشير at section A prime A prime وردنا نعرف نتيجة للموفينج لود إذا لم يكن 1 خلنا نفترض بأنه قيمته P، وردنا نعرف الشير at any point أو at any location or at any position for P، فمجرد أنه أجيب ال P بالposition المطلوب وأضرب بالإحداثيات سواء كان موجب أو سواء كان سالب. الآن إذا أريد أطلع الماكسيمم بوزيتيف شير راح أضرب ال P بالماكسيمم بوزيتيف أوردينيت اللي هو هنا طلع عندي 1 minus A over L، وإذا أردت أطلع الماكسيمم نيجاتيف شير راح اضرب ال p في الاحداثيات الماكسيمم نيجاتيف اوردينيت اللي هي ماينس a اوفر n، فراح يطلع عندي ماكسيمم نيجاتيف شير ايكوال تو ماينس p a اوفر n. الان ذني المعادلتين اللي هن بالاصل هنا عبارة عن تطبيق لل P ويا الانفلونس لاين، تلاحظون بأنه العلاقة ما بين الماكسيمم بوزيتيف شير و المسافة A، خلينا نقول اللي هي المسافة هاي اللي هي from support A، هاي المسافة هي علاقة لينير واضح جدا أنه عندما في A زيادة لقيمة A راح تزداد الماكسيمم بوزيتيف شير بنفس المقدار. يعني إذا افترضت أنه A هنا أخذتها على امتداد البيم بحيث أنه جيت لما at point A عوضت A equal to zero فراح يكون عندي الماكسيمم بوزيتيف شير قيمته P. وإذا جيت على سبيل المثال at support C عندما تكون A equal to L وعوضت A هنا equal to L فراح تصير عندي الماكسيمم بوزيتيف شير equal to zero، فطلع عندي هذا الخط المستقيم اللي هو يمثل لي الماكسيمم بوزيتيف شير هنا هذا الجزء المظلل من الأعلى اللي يمثل لي الماكسيمم بوزيتيف شير. نفس الكلام إذا عكسته على النيجاتيف وإجيت عوضت عن A على سبيل المثال at support A لما تكون قيمة A equal to zero
فراح يكون عندي الماكسيموم نيجاتيف شير ايكوال تو زيرو. وعد ما تكون قيمة A ايكوال تو L بطول البيم يعني هنا أنا بهاي المنطقة راح يكون عندي الماكسيموم نيجاتيف شير ايكوال تو هنا إذا أعوض هسه L فيطلع عندي ايكوال تو P فعبارة عن ماينس P. فطلع عندي أيضا هذا الشكل اللي هو ينطيني الماكسيموم نيجاتيف شير. ذني الشكلين إذا جمعتهم مثل ما هسه هنا أنا موضح أمام حضراتكم بحيث أنه الماكسيموم بوزيتيف شير والماكسيموم نيجاتيف شير بغض النظر عن الانفلونس لاين أخذت افترضت بأنه أخذت معادلات الانفلونس لاين وافترضت الجزء الموجب أو البوزيتيف راح يستمر والجزء النيجاتيف راح يستمر. من يستمر شيء يصير يبقى على نفس السلوب لو لا؟ فقلنا بما أنه العلاقة لينير فهو راح يبقى على نفس السلوب. فطلع عندي هذا الشكل اللي نسميه envelope of maximum shear. envelope of maximum shear. هذا الـ envelope of maximum shear شنو فائدته؟ هذا ينطيني تخمين the variation of the maximum value of response function اللي هي هنا الشير as a function of the location of the section. هذا هنا ينطيني اياه كدالة ينطيني معدل تغير الشير الماكسيموم شير as a function of the location of the section كدالة لموقع السكشن هذا. يعني بحيث انا من خلال الانفلوب اقدر اعرف انه ماكسيموم شير لكل سكشن وين يكون ماكسيموم. يعني احنا هذا هنا هسه بما معناه انه الاي برايم اي برايم اللي اخذناه هنا اجى هنا. لما يكون الاي برايم اي برايم هنا ايش قد يكون عندي ماكسيموم بوزيتيف شير؟ هو هذا المقدار. ولما يكون الاي برايم اي برايم هنا ات ال ايش قد راح يكون عندي الماكسيموم بوزيتيف شير وايش قد يكون عندي الماكسيموم نيجاتيف شير. لذلك نسمي هذا الانفلوب اوف ماكسيموم شير او ما نصطلح عليه بالابسوليوت ماكسيموم شير. فبالتالي انه هنا هذا الانفلوب اللي نتكلم عنه هذا الشكل هو ينطيني طريقه حتى اعرف بيها الابسوليوت ماكسيموم فاليو اوف ريسبونس فانكشن از ويل از اتس لوكيشن. اعرف انه القيمه العظمى المطلقه للريسبونس فانكشن اللي هي هنا بدنا نتكلم عنها الشير وعن قيمتها العفو موقعها قيمتها وموقعها. يعني من خلال الانفلوب انا راح اعرف هسه من خلال هذا الانفلوب اوف ماكسيموم شير المن اليا سكشن. هسه هناك سابقا من كنا نتكلم هنا بهذا الشكل كان لسكشن محدد ات هنا ات 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 ذس لوكيشن ات A prime A prime at A equal to this distance. هسه هنا ايش صار عندي؟ صار عندي لا صار اعرف انه هذا الA prime A prime من يتحرك منا لهنا على طول البيم او منا لهنا على طول البيم شنو اللي يصير عندي الماكسيموم شير؟ ايش قد قيمته؟ وين مكانه؟ وايضا بالبوزيتيف وبالنيجاتيف. فبالتالي انه من خلال هذا الشكل نقدر نستنتج انه ان اسمبلي سبورتد بيم سبجكتد تو موفينج كونسنتريتد لود بي ذا ابسولوت ماكسيمم شير ديفلوبس ات سيكشنز جاست انسايد ذا سبورت اند هاز ذا ماجنيتيود اوف بي. من خلال هذا الانفلوب اللي امامي مباشره بس اباوع عليه اعرف بانه الماكسيمم شير نتيجه لموفينج كونسنتريتد لود قيمته بي مكانه راح يكون at support وقيمته راح تكون P. هذا الماكسيموم شير ل any location of the section. إذا صار هذا المفهوم واضح عندنا نقدر نطبقه أو
يعني extended to absolute maximum moment. وأيضا still we are in single concentrated load. نفس المبدأ, idea is same, principle is same, everything is same, except أنه بالحالة الأولى راح كنا نرسم الانفلونس لاين فور شير, الآن راح نرسم الانفلونس لاين فور بيندينج مومنت. سكشن السيم, لوكيشن السيم also. فبالتالي احنا بدنا نرسم الانفلونس لاين فور بيندينج مومنت ات سكشن A برايم, A برايم which is located at distance A from support A. رسمت الانفلونس لاين بالطريقة الاعتيادية اللي نعرفها احنا, انه ناخذ moving unit load moving from support A towards support C, ورسمنا الانفلونس لاين للبندنج مومنت الان بهاي الصوره اللي امامكم. وهاي الطريقه شرحناها احنا اكثر من مره وعرفناها بالبيسكس الاساسيه بموضوع الانفلونس لاين. الان اذا استخدمنا هذا الانفلونس لاين فنريد نطلع القيمة الماكسيمم بيندينج مومنت اللي يكون بيها لما تكون الموفينج لود P في أي مكان في أي لوكيشن. أنا أقدر أعرف هسه هذا نتيجة لي يونت لود, فهنا إذا ضربته في P أعرف قيمة الماكسيمم بيندينج مومنت. وتلاحظون هنا أنه العلاقة بدأت تصير علاقة غير خطية, بمعنى أنه السلوب متغير. إذا هنا على هاي الماكسيمم بيندينج مومنت اللي هي هاي العلاقة اللي راح يطلع عندي P into A into 1 minus A over L, هذا اللي راح يمثل لي الماكسيمم بيندينج مومنت. I still an influence line for bending moment اللي راح ينطيني الماكسيمم بيندينج مومنت ديو تو موفينج بي. هذا هنا الشكل امامكم ديو تو موفينج يونت لود نتيجة لحمل مقداره واحد. اذا اردت نتيجة لحمل مقداره بي, مجرد راح اضرب البي بهذا المقدار اطلع الماكسيمم بيندينج مومنت. زين, الان لنفس المعادلة اللي هي هاي الماكسيمم بيندينج مومنت, إذا أخذتها على امتداد البيم وعوضت قيم مختلفة لـ A, وبما أنه قيمة A هنا العفو العلاقة غير خطية non linear, ما أقدر أكتفي بنقطتين. يعني إذا أجيت عوضت A equal to 0 راح يطلع عندي maximum bending moment equal to 0, واضح لأنه راح يكون عندي 0. وإذا عوضت A equal to L أيضا راح يطلع عندي 0. وإذا عوضت A equal to L by 2 في المنتصف, لما A equal to L by 2 نصف ال L, راح يطلع عندي مجرد أنه أعوض هنا بمكان قيمة A أعوض L by 2 راح يطلع عندي PL over 4. وبالتالي أقدر أرسم هذا الشكل اللي نسميه envelope of maximum bending moments او ايضا for single concentrated loads. الان هذا الشكل اللي امامكم اللي انا استنتجته, الانفلوب اللي استنتجته بالاعتماد على الانفلونس لاين, مجرد انه ضربت قيمة البي في الماكسيمم ordinates of influence line or on influence line, وبديت اعوض عن قيمة A مرة 0 مرة L by 2 مرة L بريد مرة L by 4 مرة 3 L by 4 وهكذا, يطلع عندي هذا الشكل. من خلال هذا الشكل ايش اقدر استنتج؟ It can be seen that the absolute maximum bending moment occurs at mid-span. هنا maximum bending moment راح يكون في منتصف الفضاء وقيمته ايش قد؟ PL over 4 as shown in figure. إذن عرفنا الآن الماكسيمم بيندينج مومنت نتيجة moving unit load
عند ما تكون وين يكون for which location و ايش قد قيمته. اللوكيشن عرفنا at mid span وعرفنا قيمته هو PL over 4. إذا وسعنا الموضوع بعد أو أخذنا البارت الثالث، الكلام اللي كنا نتكلمه كان عن single concentrated load، الآن راح ناخذ for uniformly distributed load، وأيضا راح نبدي بالشير ونشوف شنو الفرق. البيسك برنسبل السيم، ايديا السيم، الفرق الوحيد انه احنا سابقا لما يكون عندي الموفينج لود ديستريبيوتد لود يونيفورملي ديستريبيوتد لود راح نفترض بانه قيمته دبليو يتحرك من A توورد C. احنا ايضا راح كنا بالبدايه نبدي بموفينج يونت لود ونرسم الشير لهذا السكشن، ومن يطلع عندي الانفلونس لاين من اكمل الانفلونس لاين اقول انه الماكسيمم بوزيتيف شير هو حاصل ضرب الدبليو حمل في الاريا البوزيتيف تحت الحمل على الاوردينيت، والماكسيمم نيجاتيف شير هي عباره عن الحمل دبليو في الاريا تحت الحمل على النيجاتيف انفلونس لاين. هذا الكلام اذا طبقناه رياضيا انه الماكسيمم بوزيتيف شير راح تكون دبليو قيمه الحمل، هاي دبليو سب ال يعني فور لود مو دبليو انتو ال، ال هنا اللينث هو ال كابيتال، هاي دبليو بس الحمل مضروب بالمساحه مال البوزيتيف انفلونس لاين اللي هي نصف القاعدة في الارتفاع اللي هي L minus A over 2، هاي نصف القاعدة في الارتفاع اللي هي 1 minus A over L، فيطلع عندي بالتبسيط W by 2L مضروب في L minus A equal to all 2 power 2. وأيضا نفس الكلام للماكسيموم نيجاتيف شير، راح أجيب الحمل وأقول الماكسيمم نيجاتيف شير نتيجة لموفينج يونيفورملي ديستريبيوتد لود قيمته دبليو هي عبارة عن الدبليو مضروب في الاريا بالانفلونس لاين النيجاتيف، وطلع عندي دبليو اي سكوير اوفر 12. واجين تلاحظون بأنه هاي العملية العلاقة نون لينير، فبالتالي يجب أن أعوض أكثر من نقطة حتى أرسمها. نفس الكلام هذا رسمناه الآن، نفس دن مجرد دن العلاقتين رسمناهن، الاكس هي قيمة A عفوا القيمة السكشن A العفو من 0 إلى L، والواي هي قيمة الماكسيمم بوزيتيف شير. نفس الكلام رسمناه، ظهر عندنا الانفلوب مرة ثانية اللي هو هذا نسميه انفلوب اوف ماكسيمم شير المن هذا اللي يونيفورملي ديستريبيوتد لود. جيت عوضت على سبيل المثال هنا A equal to 0، عوضت A equal to 0 هنا طلع عندي W L by 2 هاي القيمة، وإجيت عوضت L equal العفو A equal to L by 2 طلعت عندي هاي القيمة، وإجيت عوضت A equal to L طلعت عندي 0، وبالتالي طلع عندي هذا الشكل اللي هو معادلة الأصلية W by 2L في L minus A all to power 2. ونفس الكلام أيضا إذا طبقت على الجزء النيجاتيف السالب وعوضت عن A equal to 0 طلعت عندي الماكسيمم نيجاتيف شير 0، وعوضت A equal to L طلع عندي الماكسيمم نيجاتيف شير هو WL by 2، فبالتالي طلع عندي الانفلوب اوف ماكسيمم شير. الاحظ الان من هذا الانفلوب اللي رسمته اعتمادا على ذني المعادلتين انه الماكسيمم شير وين يكون لما عندي الموفينج لود يونيفورملي ديستريبيوتد لود ات سكشنز
just inside the support. نفس المكان لما يكون عندي single concentrated load, ولكن قيمته هنا WL by 2. زين هنا كانت يعني إذا أرجع للسلايد لما كان عندي single concentrated load ايش طلعنا الشير قيمته P. maximum shear يكون بالسبورت وقيمته P, ولكن الآن هنا لما صار عندي moving load uniformly distributed load طلع عندي قيمته WL by 2. نفس الكلام للمرة الرابعة أيضا, أنه راح نتكلم عن absolute maximum moment for uniformly distributed load, أي moving uniformly distributed load. وأيضا البداية again idea is same, فراح نبدي أيضا نرسم influence line اعتمادا على moving unit load, ومن خلال الموفينج يونت لود راح نجيب الدبليو ونقول انه الماكسيمم بيندينج مومنت هو عبارة عن الدبليو مضروب في الماكسيمم اوردينيت اون انفلونس لاين فور بيندينج مومنت. فمجرد انه احنا عندنا هاي الماكسيمم اوردينيت اللي تطلع عندي نتيجة للموفينج يونت لود راح اضربها بالدبليو طلعت عندي هاي المعادلة. وهاي المعادلة أيضا راح أمدها للأي مرة الأي صفر تكون لما تكون الأي equal to zero راح يطلع عندي الماكسيمم بيندينج مومنت equal to zero, لما الأي equal to L راح يطلع عندي الماكسيمم بيندينج مومنت equal to L, ولما الأي equal to L by 2 راح أعوض هنا بمكان A L by 2 يطلع عندي الماكسيمم بيندينج مومنت WL square by 8. فأيضا هنا ممكن أنه نستنتج أنه الماكسيمم أو الأبسوليوت ماكسيمم بيندينج مومنت فور موفينج يونيفورملي ديستريبيوتد لود أوفر سمبلي سبورتد بيم هو أكرز آت ميد سبان وقيمته دبليو ال سكوير باي 8. هذا الموضوع الكونسبت اللي احنا نحتاجه حتى واحدة من تطبيقاته بالانفلونس لاينز. شكرا جزيلا, واتمنى ان تكون المحاضرة واضحة. استفساراتكم ممكن انه تطرح عن خلال من طريق جوجل ميت, محاضرات جوجل ميت بعد الوقت المخصص للمحاضرة. اتمنى لكم التوفيق وتقبلوا تحياتي.